انت يا بنت يا عائشه حبسه نفسك في اوضتك ليه يا عن امك؟ كلنا محبوسين هنا، ايه الفرق؟ سيبتينا بيتنا وجبتينا نعيشه في سجن بس شيك شويه. سجن؟ كل القصر ده سجن؟ حقيقي العرج ده استاس، وشك فجر زي ابوكي. تقدري تطلعي من هنا يمه؟ وما اطلعش ليه؟ مش بتقولي مش في سجن؟ طب بلاش، تقدري تنامي الليل لو مفيش الجيش المحاوط البيت ده كله؟ جيش؟ يا هبلة، دول حراسات. الناس الكبارات اللي زينا عندهم زيهم. طب بلاش كل ده، مش وحشك باب بيتك يمه؟ ده احنا عمرنا ما قفلناه علينا، دلوقتي بقينا عاملين زي اللي لوحدهم في الدنيا. ولوحدك ليه يا روح امك؟ ما انا جايبالك شحط طويل عريض تتجوزيه. انت يا بنت ما بتجربيش لجوزك ليه ولا بتخليه يجرب منك؟ ايه اللي بتقوليه ده يمه؟ اللي بقوله قلته قبل كده، وانا ما بحبش اعيد الكلام وازيد فيه. اسمع يا عائشه، انا ما عملتش كل ده ولا خططت ولا دفعت ولا عديت العيله كلها عشان عبد الله ولد عمك يبقى كبير العطارين. لا، امال ليه يما؟ عشان ولد عائشه بنت زينب العطار يبقى كبير العطارين وانا جدته. بس انت عارفه ان جوازي من عبد الله غصب. غصب ما غصبش حصل. بقى جوزك ولا لا؟ اسمع يا حلوه، انا مش هبوظ الطبخ عشان بقرش ملح دي يطير فيها رجاب. شوفي يا عائشه، أنا هسيبك يومين أقول تتجلعي بتتجلي بتعززي نفسك ماشي، لكن اسمع يا عائشة دي حرب ومحدش هيقدر يوقفني. فكر. بقولك إيه، أنت لازم تبقي حامل وقريب بدل ما تدادي في ولاد الناس خايبة. عاش من شافك يا يحيى. يا ريتني بعرف احاور يا صالح، كنت قلت لك نفس الكلام. لا يا يحيى، من غير ما تقول اللي في قلبك واصل. انا جاي بس عايز اشكرك عشان طلعتك من الحريقه. يعني عاده يا معلم، انا الشارع علمني ان الدم عمره ما يبقى ميه. لا يا يحيى، الدم بيبقى ميه وميه وسخه كمان. بس انا جاي اشكرك على حاجه تانية. جاي اشكرك على نقله السلاح اللي قلبتوها وقت العمليه. بجد برافو برافو يا يحيى. الشارع علمني برضه يا معلم ان وقع بيت ابوك خد لك منه قالب. انت ايه، ما بتروحش بيتكو خالص؟ كل حاجه اتعلمتها في الشارع كده؟ الشارع برضه علمك ان القالب ده ترميه في حجر هاشم الدهبي يا يحيى؟ هاشم بس ملوش علاقه بالحوار خالص يا صالح. وبعدين انا ارمي في حجر هاشم قالب احسن من اللي راح قاعد على حجره. طب خلي بالك بقى على كلامك يا يحيى، خلي بالك على كلامك معايا احسن لك، عشان مش صالح العطار اللي بيقعد على حجر حد. قعدت يا ابن ابويا، لا تعيرني ولا عايرك. انت عارف اتجاهك وانا عارف اتجاهي، كل واحد بيشيل شيلته في الاخر وكده خلصانه وبشيك. طب خلي بالك بقى لا تشيل في الاخر كتير. انا صحيح الشارع ما علمنيش اللي علمهولك، بس ابويا الله يرحمه زين العطار علمني ان اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. ياما خرت وياما استحملت وياما دقت على الراس طبول يا صالح. بقول لك يا ابن ابويا، يا ريت الزياره ما تتكررش تاني من غير ما يكون في سبب. ما تخلينيش اندم اني لحقتك من الموت. اه صحيح يا يحيى، هو انت لحقتني ليه؟ مع انك مش جدع يا اخي. عشان اشيلك جميله يا صالح ومسيرك فيهم هتردها. اه طب بقول لك يا يحيى، انا مش عايزك تثق في دماغك قوي. عارف ليه؟ علشان دماغك دي قد كده. سلام. بقول لك ايه، قبلتك ومزتك معاك، هنسيبك ونقوم احنا بقى. يلا كنت وحشني قوي يا حاج. وانت كمان وحشاني قوي، بس انا اول مره احس ان انا عاجز كده. احمد ربنا انك قادر تمشي على رجلك. الحمد لله طبعا، بس بعد ما اهلي اتفرقوا حاسس ان انا مبقاليش حد. وانا رحت فين بقى؟ لا انت في حته تانيه خالص. انا دايما ببقى مبسوط وانت حواليا. I'm your own kind of drug يعني. دراجون دي يعني تنين صح؟ بتاع بقالي كتير ما بروحش الكورس. كورس؟ فصلان. بقول لك ايه يا هيرو، اسكت خالص.
بقول لك ايه، اخوك ده جدع جدا، ده عمل ايفنت ولما اصحابنا واحد واحد واكد على كله عشان يجي. بصراحه اخوك ده رجوله، ده كفايه ان هو اللي محاسب على الحاجات دي كلها. ربنا يخليه لي. طب يلا خد اشرب بقى عشان تدخل في المود وكده. ما بلاش يعني يا يارا. هو ايه النكد ده؟ هادي هادي. عال عال، ده انت مراقبها من زمان عاد. انت مين انت بتتكلم عليه؟ انا اللي مين؟ انا اللي مين وعايزاه لطخ؟ انت اللي مين وعايزاه ومالك ومالها؟ انت بتكلمني كده لو بتعلي صوتك ليه اصلا؟ ياد مره اشوفك وانت ماشي وراها من بعيد، ودلوك رافع عينك لفوق مش عايز تنزلها. اقسم بالله اقسم بالله ما خلي فيك راجل يالا. يا عم اتكلم على قدك، ما تخليش الادب عليك، ما تزعقش فاهم؟ انت جننت يا دول ايه؟ حصل ايه؟ تعال شوف يا عمي، اللطخ ده شفته ماشي ورا بيتك النهارده في الصبح، ودي مش أول مرة. الواد ده على فكرة يا عمي مش تمام، وأنا مش سايبه غير لما كسر راسه. قلت لك نزل إيدك. يا شعبان يا ولدي، وأنت هتفضل طول عمرك كده؟ أنا اللي قلت له امشي وراها. أنت اللي قلت له يا عمي؟ أيوه، عشان يطمني عليها. وأنتوا اتفضلوا الحال سابلكم. عجبك ده يا شعبان؟ لميت علينا الخلق، وبكره هتبقى سيرتنا على كل لسان. والله يا عم انا كل اللي جه في مخي مخ. هو انت عندك مخ؟ روح يا ولدي، روح لحالك، روح. ماشي عمي. اسمع ده لا تخلع، اقسم بالله العظيم لو فكرت بس تبص لها بعينك لكون دافنك تحت رجليه هنا في الارض. ماشي، همحيك من على وش الدنيا خالص. عارف ليه لطخ؟ عشان رحمه دي تبقى خطيبتي انا. مشغول للدرجه دي؟ لا الحقيقه عم بسمعك. بس انا خلصت كلامي. فاذا شو المطلوب مني؟ يبقى انت ما كنتش سامعني. لا سامعك، بس عم حاول رتب طلباتك بالتسلسل. اولا انت بدك كميه سلاح شوي ضخمه. ثانيا بدك رجال يعرفوا يستعملوا هيدا السلاح. ثالثاً هودي الرجال ممكن يقتلوا أو ينقتلوا. وبعتقد بتفضل لو عندك أسماء ناس معين تعطيني إياها وأنا بجيب لك إياهم بالاسم. وعم فكر بطريقة أمرق على السوبر ماركت سكر لك فاتورة مشترياتك. ما تكون مفكرني المارد اللي طلع من فيرموس علاء الدين. ده انت بتتريق بقى. لا ابدا، انا عم حاول فيقك من الحلم اللي عايش فيه. تفيقني انت يا سراج؟ تفوقني انا سليم العطار، ولا نسيت سليم العطار عمل معاك ايه؟ نسيت ان انا وقفت جنبك؟ نسيت ان انا شلتك وانت واقع؟ الحقيقة اللي بيناتنا هو مجرد مصلحة، مصلحة إلي ومصلحة إلك ولزين الله يرحمه، وقبلي كان بيي، وأنتوا اللي اخترتوني. هلأ أنت الطريقة اللي عم تحكي معي فيها وكأنه كنا أولاد صغار أنا وياك نلعب ونكسر جوز، ياخذ وجهي كتير يعني. سليم انتوا انتهيتوا، انتوا ما بقى موجودين بالسوق. يظهر ان انت لما شفتني اتحبست يومين قلت خلاص ده راحت عليه. الحقيقه هو لما طلعت على التلفزيون صابك الغرور
ما كنت عارف يمكن انه هيدا مجرد دور دور وبينتهي. بس انا دوري ما انتهاش يا سراج، انا دوري لسه هيبدا ولسه هقول فيه قواله كتير قوي، واللعبه هيحلو قوي. ابقى اتفرج يا سراج. هتفرج. زكريا يا ولدي، انت بتخلف صح؟ ايوه يا عمي انا بخلف. هايدي اللي ما بتخلفش، بس انا ما كنتش بقول لحد عشان ما اكسرهاش وسط العيله. الله انك راجل يا ابن راجل. معلش يا عم انا محملك مشاكلي وهمي، وانت اصلا مش ناقص يا ابني. ده انا اللي وشي في الارض منكم بعد اللي عمله ابني. هد كل اللي بنيناه من قبلك ده. كل حاجه هترجع، هترجع احسن من اول. اوعدك يا عمي. قول لي يا زكريا، عملت ايه مع عائله عبد الهادي؟ الناس مش مقصرة، قالوا انهم معانا في اي وقت. طب ما اقدم الرجالة معانا، يبقى لازمته ايه اللي انت بتعمله معه فيك؟ ها؟ هتسيب له البلد بحالها ولا ايه؟ مش انت بيعتني ابقى الكبير؟ ايه؟ يبقى ثق فيا، انا عارف انا بعمل ايه. لو رحنا عشان نرجع القصر وما عرفناش نرجعه، هتبقى دي الكسرة الحقيقية لينا. اللي عمله عبد الله كان في الدرة، محدش واخد باله منه، لكن احنا كل خطوة محسوبة علينا ومتشافة. ولو القصر مرجعش هنفضل مكسورين ليوم الدين. انا كده كده هحاول اجيب رجالة من الدار، بس لما اعرف اوصل للدار. يا باشا انتوا مش كلكم عطرين في بعض برضه ولا ايه؟ مش عبد الله ده منكم؟ عبد الله عمره ما كان مننا، ده واد جشع وطماع، عامل زي الكلب المسعور. غير ان ما عندوش اصل، يعض الايد اللي بتتمدله، بعدين خفيف، يريل على اي عضمايه تترميله. وعشان كده زينب قدرت تمشيه زي ما هي عايزه. الواد ده انا طول عمري ما بحبوش، لا هو ولا زينب، بس كان حد يصدق اللي عمله ده؟ أنا فكرت إن ممكن يعمل كده، فكرت إن زينبي الله يرحمه فكر في الكلام ده برضو، عشان كده كان عايز يولي زكريا على حياة عينه، مش عايز أي حد يخش في اللي ملوش فيه. ألا هو زكريا عامل إيه دلوقتي؟ زكريا الحمد لله رب العالمين، أنا اطمنت عليه وهو في مكان كويس. عارف إيه؟ أنت كنت معاه ولا إيه؟ لا يا فتحي ما كنتش معاه، بس انا عارف كويس هو فين وبيعمل ايه، وعارف انه اكيد هيوصل لحاجه. زكريا اصله اتحط في نفس الظروف اللي عملت ابوه وعملتني، وهيطلع منها كبير فعلا. بس زكريا مش هناك عشان الرجاله، زكريا هناك عشان متهم في قضيه قتل. مش اي قضيه، دي قضيه قتل ظابط، بس هناك اكيد هو وسط نسوه، محدش هيبلغ عنه ولا أدخن تخين. بالمناسبة البركة فيك أنت وصالح وفارس وسيف باشا. طبعا ألا صحيح يا سيف باشا، أنت طلبتني ليه؟ عاوز مني إيه؟ كل خير يا باشا إن شاء الله، كل خير. جلال مش هيفيدك بحاجة على فكرة خالص، المستقبل معايا أنا. ويا ترى المستقبل اللي معاك ده شكله إيه بالظبط؟ شكله زي الفل بالصلاة على النبي. قولي بس انك معايا وهقولك هنعمل ايه بالظبط. طب وانا هستفيد ايه؟ يو هتستفيد كتير اوي. على الاقل يا باشا هترجع لمكانتك اللي كنت فيها. بس اللي انا متاكد منه واثق فيه اوي انك ما عندكش اي حاجه تخسرها. فكر وخد قرارك وقولي بس انك معايا. القرار اللي هقولهولك لا يمكن تقدر ترفضه أبدا. على
عبد الله قدر يستغل الفترة اللي كان كل واحد فينا مشغول بهمه. صالح مشغول بسفره، فارس مشغول بابن جلال، جيهان بولادها، أنا بقضيتي، حتى زكريا. زكريا كان مشغول بموت أبوه والحمل اللي شايله له قبل ما يموت. وأنا شخصياً للأسف كنت فاكر إن كل اللي بيحصل ده مجرد صدف، لكن اكتشفت بعد كده إن كل ده مترتب. إيه ده اللي مترتب؟ كل اللي حصل يا مراد، من أول قتل شريف اللي هو في الأصل محاولة لقتل زين العطار، مروراً بكل الأحداث اللي حصلت بعد كده لغاية ما عبد الله استولى على القصر. يعني إيه يا عمي؟ يعني عبد الله هو اللي عمل كل ده؟ لا 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 يا فارس، عبد الله أدفع من إن هو يعمل كده. مظبوط مظبوط يا صالح، في حد خطط لكل ده، عبد الله مجرد لعبة في إيده. بس مين اللي هيقدر يعمل كده؟ مش مهم نعرف مين دلوقتي، المهم إننا نكسر اللعبة دي. رجوع عيلة العطار للقصر بقى شيء حتمي، لازم ترد هيبتها وبأي وسيلة، وده مش هيحصل إلا لو رجعت العيلة زي ما كانت في الأول، إيد واحدة. كل واحد فينا يبقى خطوة لقدام، كل واحد فينا يبقى جزء من الخطة، وبالخطة دي هنقدر نرجع القصر. الحاج ما جاش ليه؟ لسه زعلان منه ولا ايه؟ سيبك من الحاج صبري. الله، وانا مش مالي عينيك ولا ايه؟ ناقص تقول لي استنى لما اسال عنك. لا زكريا، انت اشهر من نار على العلب. امال فين المأذون؟ وادي المأذون اهو، والمأذون جه اهو، وانا الشاهد الاول. وادي البطاقه. خلص الكلام.